تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وبكل جمال. حقيقة سعيد جدا بأن ألتقي بكم في هذه الأوقات. ومعليش يا جماعة، زي ما بيقولوا شادي القميص شوية، شادي الصفحة شوية يا جماعة، كويس؟ معلش يا أخي، الصفحة صفحة الراكز مصعب الضيب بشارة شقيقي، لكن أنا بطلع كنت من الصفحة الرياضية بعد ما قفلوا الحساب الكبير، كنت بقفل بطلع من الصفحة ديك للأسف الشديد. يعني الآن أنا طالع من الحساب ده، فمعليش يعني اعذرونا، استحملونا كده يومين ثلاثة كده عبر فيديوهات البث المباشر. كيف أخباركم كلكم، صغار وكبار، أبا وأما، خالا وعما، داخل وخارج الوطن الكريم، داخل وخارج السودان؟ وإن شاء الله الصوت عندكم واضح جدا، إن شاء الله الصوت عندكم الآن واضح والصورة واضحة. عليكم السلام يا عمر الشاذلي، أول تعليق عمر شاذلي، أهلا وسهلا ومرحب بك. ومرحب بحسناء أحمد، أهلا وسهلا ومرحب بك. مرحب بدر الدين، مرحب محمد إبراهيم ومحمد عبد الله، كذلك أيضا مرحب بسعد. المهم كلكم يا جماعة، كويس التعليقات يمكن كثيرة جدا، كويس. طيب الكلام كثير يمكن أو التعليقات كثيرة، نحن حنخش في البث طوالي، لكن يمكن السخانة هجمت شوية، حنجي داخلين تاني. خليكم معانا عبر البث، نستسمحكم لحظة. كيف أخباركم يا جماعة؟ طيب، يمكن كثير من الناس بيتساءلوا في عدد من الأشياء. نحن من الأحداث اللي حصلت أو لمس، يمكن حوادث إطلاق الرصاص، حوادث إطلاق النار في ولاية الخرطوم، تاني ما لاقينا الناس، وكثير من الناس بيستفسروا الحاصل شنو وكده. وقلنا رأينا بشكل واضح بأنه البلد دي إذا ما حصل فيها السيناريو بتاع المصالحة الوطنية، زي ما حدث لناس نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، وزي ما حدث على مستوى رواندا، كويس، دولة رواندا كانت يعني معارك فيها معروفة كبيرة جدا، والاحتراب القبلي والدماء وصلت الركب وما فوق ذلك. حصلت مصالحة، ولفظ مصالحة في ناس بيخافوا منه يا جماعة، لأنه بيفتكروا إنه مصطلح فضفاض يشمل القتلة والمجرمين. شوف، قاتل ما داخل، قاتل يحاكم، لأنه في كثير من الناس غادي يحرف الكلام عن عمد، وفي نوع تاني حسب المصالحة اللي هو بيعرفها خلاص بيفتكر إنه معناه تصالحوا الكيزان. أنا بتكلم ليك، يصالحوا الناس اللي ما عملوا حاجة، مش يصالحوا الكيزان القتلة. خلاص، مش قالوا يوم حصل ضرب النار يمكن في الخرطوم، مش قالوا علي عثمان محمد طه بيتندروا به في النكات، مش قالوا قال الله أكبر فعلها ابن الحركة الإسلامية فعلها غندور، مش كده؟ مش قالوا أيضا لما حصل إطلاق النار كثير منهم فرح، حتى قالوا الليمبي سلم الطشت بتاعه، يعني الليمبي شال الطشت مش سلموا البتة، خلاص افتكر إنه هو مارق، يعني لما نقرب يقول لهم ادوني التليفون بتاعي، خلاص ما فضل إلا يقول كده. ونحن تكلمنا عن خطورة الليمبي في إنه يشيل طشت يعني داخل المعتقل، وإنه يشاكل الناس، وإنه هؤلاء الكيزان نريدهم أحياء لمحاكمات عادلة. خلاص ما دايرين اي خدش، ولا لانه المساله كلها قانونيا تمشي، قانونيا ما تمشي على مستوى الانتقام الشخصي وكده. ويا جماعه السودان المخابرات الدوليه ما زلت احذر بتلعب في المضمار بتاعه بشكل كبير جدا، ولو ما خدتنا يدينا في بعض، ولو ما خدتنا السودانيين كلنا قعدنا في التراب ده وقلنا الوطن للجميع، وقلنا القتل والاجرم نحاكمه ونعفو عن البقيه، أقسم بالله العلي العظيم البلد دي ماشية على سيناريوهات. أولا
ما في حاجه اسمها هيئه العمليات، فقط ثاروا الثائره بتاعتهم وهاجوا الهائجه بتاعتهم دي قبل يومين لانه مساله 30,000. الكلام ده انا نبهت له من وقت الاحداث. المساله ما مساله 30,000، المساله ما مساله انه قالوا لهم دي 30,000 بس، المساله وراء تنظيم سياسي. ممكن يكونوا بعض العساكر او الضباط اللي كانوا اول امبارح في الشارع وكده، ممكن يكونوا كان ده هدفهم او ده الغرض بتاعهم، يعني 30,000 وكده بعضهم كده، لكن وراء المساله دي تنظيم سياسي. ومعروف انه جهاز الامن ظل موالي للحركه الاسلاميه طوال الفترات اللي فاتت. خلاص جايكم لناس قحط دقيقه بس، خلاص ناس ناس الجهاز الامني ده اصبح الجناح العسكري. زمان مش بتسمع يقول لك واكدت او اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه حماس، او زمان بتسمع واعلنت حركه شهداء الاقصى كويس، او كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركه فتح. تتذكروا الكلام ده كنا صغار نسمع في الاعلام كويس. كذلك ايضا الحركه الاسلاميه التنظيم بتاعها عنده تنظيم عسكري رسمي اللي هو جهاز الامن، وعنده التنظيم غير منظم اللي هم يسموهم بالامن الطلابي، ما يسموهم بالدفاع الشعبي، يعني كده خلاص ديل الغير منظمين، ممكن نقول ديل الشايلين السلاح ديل كده. لكن التنظيم تماما مرتب. هيئة العمليات ما 13,000، الكلام اللي جاي يقولوه ده كثير من شهر 7 نحن بنوضح في انه الهيئة دي ما 13,000، هيئة جهاز الامني 30,000 مقاتل، ده غير الدفاع الشعبي وغيرهم، وكلهم شايلين السلاح. واذا صح خبر قبل شوية قابلني بانه تم منعهم من يوم 18 بعد بكرة في الفولة في حاضرة غرب كردفان انهم يمرقوا الزحف الاخضر، انا اخاف من الكارثة هنا، اخاف من الكارثة ممكن تحصل. الكارثة ممكن تحصل شنو يا سادة؟ انك انت منعتهم، لو خليتهم مشكلة ولو مرقتهم مشكلة يا جماعة ما ممكن. لكن يا اخوانا الكيزان ما ممكن حيين بلا وميتين بلا، ما ممكن الكيزان وهم في السلطة بلا وخارج السلطة الثلاثة بلا، يعني ما ممكن. اذا انت منعتهم انا اخاف من الصراع المسلح اللي ممكن يحصل. انا اخاف من انه اليوم ده تقول للكيزان ما تمرقوا، يقوموا يدقوا لك الغوط تعترضهم رصاص، يبقى الحل شنو هنا؟ حتستخدم معاهم العنف، حتستخدم الرصاص في مواجهتهم. اذا قوموا لك الحاجه دي في الفوله قتلت منهم زول واحد خلاص الدنيا قامت. اذا هم قتلوا زول واحد ونحن ما دايرين حتى الكوز ما تقتلوا، نحن ما دايرين زول يتقتل، نحن دايرين القاتل، القاتل ده يقدم الى المحاكمه، ما دايرين قتل همجي. الشعب السوداني لو داير يقتل الكيزان كان قتلهم، الشعب السوداني لو داير يدق الناس في الشوارع كان عملها كويس. فهي ثورة سلمية من كل الجهات خلاص. فالثورة السلمية نحن بنقول ناخد فيها الطوابع الإقليمية والأبعاد الداخلية لدولة السودان الكريم. فدولة السودان طالما هي الآن في الحالة دي يبقى يوم 18 حيمرقوا لك كويس، حيمرقوا. انت منعتهم اللي حيتصدى لهم منه لجان المقاومة، حرام ما تخطوا لجان المقاومة في وشهم، ما ممكن تخط لي عزل في مواجهة ناس يملكوا السلاح كويس. ما ممكن يجيبوا لجان المقاومة العزل أبناء الناس المساكين يجيبوهم من هناك عشان يبقوهم درع، ده جبن من الأحزاب ما مقبول أبدا، ده جبن من الأحزاب ما مقبول أبدا. وكم مرة خدتوا لجان المقاومة في مواجهات زي دي؟ حتى يجيك واحد مسطح ما عارف أي حاجة يقول لك قال النيجرز ديل نحن بننزل لهم لجان المقاومة، تنزل لهم ليه؟ البلد ما فيها شرطة، ما فيها قوة، ما في ليه تنزل لهم يا أخي لجان المقاومة؟ هم لجان المقاومة ديل يعني ملعب للأحزاب خلاص؟ يلعبوا بهم يخطوهم هنا ويخطوهم هنا ويخطوهم ليه؟ ليه الكلام ده؟ ليه شنو يعني؟ الغرض منه شنو يعني؟ لو هو في قتال زي ده خلي كوادر الاحزاب هي تجي تتقدم الصفوف، ما تخطوا. الكلام ده تكلمنا عن انه دي كانت من اسلحه الكيزان انه يودوا اولاد الناس يموتوا وهم يقعدوا يتفرجوا خلاص. فبالتالي مساله الفوله اذا مرقوا مشكله، واذا ما مرقوا مشكله كويس. اذا ما مرقوا انت بتخاف من شغل الظلام بعد ده، بتخاف من انه يشتغلوا لك شغل تهت تهت. انا طبعا بستغرب في الناس اللي بيقولوا لك خلاص النظام الفات انتهى خلاص نهائي، قول بيقول لك قحطي دي ما حتسقط نهائي. ونحن ده زول ما قاعد يقرا تاريخ الثورات كويس، وما قاعد يقرا التاريخ الافريقي ولا العربي، وده زول ما عنده رؤيه لقدام شديد كده بعمق، لانه الناظر للكلام ده بيشوف الاشياء دي كلها ماشيه ضد الان خلاص ضد حكومه قحطي بشكل كبير جدا جدا. طيب جاء المؤتمر الصحفي الجبيل، المؤتمر الصحفي الجبيل فيه كلمات اثارت الناس جدا، والناس اتفاجأت مفاجأة شديدة، والتعليقات والهجوم في الصفحات والجروبات على وجدي صالح وعلى إبراهيم الشيخ وعلى المؤتمر الصحفي وعلى الحرية والتغيير وعلى تجمع المهنيين. ليه؟ لأن وجدي صالح قال الدعم السريع بيقوم بأدوار كبيرة جدا في البلد،
كويس، وقال بيقوم بدور في الحدود. بالله يا دوب عرفت كده يعني يا ويدي صالح، بارك الله لك، بارك الله فيك يا دام المعلومه دي وصلتك، جزاك الله خير وحياك الله. كويس، نحن وقت كنا بنقول انه النازل عندهم دور في الحدود، يا اخي الشرطه دي نحن عندنا معاها موقف، الشرطه دي هي ساهمت في قتل الناس وضربت وسوت وفعلت، لكن الشرطه دي عندها دور برضه قاعده تقوم بيه، برضه بتحفظ لك الامن. كويس، برضه بتحفظ لك الامن. كويس، الدعم السريع ده ممكن يرتكب مليون غلط، لكن عنده دور حدودي على اقل تقدير قايم بيه. يعني انا بتكلم لك من ناحيه سياسيه وبتكلم لك من ناحيه بتاعت وضعنا في السودان الان. انت لو دارت تتكلم خارج كده معلش دي حاجه ثانيه. كويس، لانه قد يجيك ناشط يرصد الكلام ده هنا عشان يمشي يرد بطريقته الدايره هو، عشان يطلع نفسه الافاتار الاول وكده. فشنو ده؟ اسلوب ما كريمي، ويمكننا الرد يعني تماما. كويس، طيب ما حدث الليله في المؤتمر الصحفي واتهام لهيئه العمليات بفضل الاعتصام. طيب يا اخي الكلام ده لما نحن قلناه ليه رسلتوا الجروبات بتاعتكم في الماسنجر وغرف الاسناد في الواتساب؟ قلتوا ليه ما مشوا هاجموا احمد الضي وطلعوه كوز؟ ليه؟ ليه لما انا قلت انه يا اخي الدعم السريع ما قتل الناس في فضل الاعتصام، ولا بقتنع بالقناعه دي الا بدليل مطلق قدامي. خلاص؟ انه الحاجه اللي انا شايفها بعيني ده ما الدعم. الناس اللي قتلونا الدعم جه دقه وضرب وسوى اي شيء، لكن اللي قتلوا الناس ده الكتايب الظل. لما نحن قلنا الكلام ده يا حكومه الحريه والتغيير، ليه رسلتوا كوادركم عشان يشيطنونا وعشان يخونونا؟ والان لان يا جماعه اللي حصل قبل يومين لما حصلت الاشتباكات، ناس الحريه والتغيير والمجلس السيادي بيجوا بيطاقشوا في التلفونات لحميدتي، وبيجوا بيطاقشوا في التلفونات لبرهان. الناس زي جاييننا والناس زي لو خشوا مكاتبنا نعمل شنو؟ الا دساهم برهان في المكتب. البيان طلع الساعه 3 صباحا، هم مدسيين مع برهان من اول طلقه اكثر من 12 ساعه، لغاية ما جات من الساعة 1 ظهر أو 12 نهار لغاية الساعة 3 صباحا، الناس دي داسين برهان في المكتب بتاعه. وكل مرة متابعين مع أحمد تي في جنوب السودان، أها نعمل شنو؟ الناس دي يمكن يجونا، ها الناس هيئة العمليات دي، يا أخي الناس دي ممكن يسووا، الناس دي، طيب أنتوا وقت ما قادرين تحموا نفسكم بتقولوا دي دولة مدنية، كيف يا حكومة الحرية والتغيير؟ بتغشوا الشارع ليه؟ بتغشوا الشارع ليه؟ كويس؟ ده سؤال، ده سؤال. انتوا الان اي ناشط قال الدعم السريع ما قتل الناس في فضل الاعتصام شيطنتوه وطلعتوه كافر، طلعتوا الكاف بتاعه طوالي. كويس، الان انتوا جيتوا بتقولوا نفس الكلام. طيب ليه من البدايه خونتونا؟ ليه من البدايه هاجمتونا بصفحاتكم اللي بتدعي الثوريه؟ ليه هاجمتونا بالصفحات؟ واي زول بس طلع قال كلمه هاجمتوه في الوقت ده. الان ودي صالح بلف في نفس الحلقه، الان لفه وجاي راجع ليها. قبل فترة قلت لكم الحرية والتغيير حيجي يوم من الأيام ويعترفوا، أرجعوا اللايفات قاعدة في الصفحة، كويس في الصفحة الرياضية هسه تمشي في التيه تلقاها. قلت لكم يوم من الأيام الحرية والتغيير حيجوا يعلنوا إنه جهاز الأمن هو اللي فضل الاعتصام. حيجي يوم من الأيام يقولوا الكلام ده. ما مكثنا يعني زمانا طويلا حتى ياهم الآن جو قالوه. كويس؟ لغاية ما الليلة جو اعترفوا به رسميا بانه الامن هو اللي بيتحمل المسؤوليه دي. معروف انه الدفاع الشعبي وناس من الشرطه الامنيه وناس من المباحث وناس من ابو طيره ديل كان مهمتهم يقتلوا الناس بس في فضل الاعتصام. ناس يقتلوا، انا قلت جيبوا فيديوهات فضل الاعتصام بتلقى ناس الدعم شايلين عصايات، في نشطاء دارين يلووا عنق الحقيقه. تلقى الواحد لام من ناس ولا لا بس الدعم قتل، ويجي يحمل لك الدعم يوم 6 ابريل يقول لك قتل. يا اخي قول الحقيقة، الجيش ما قتلنا يوم 6 ابريل، الجيش ما قتلنا، يوم 7 ابريل الجيش ما قتلنا، قتلونا كتايب الظل. دي حقيقة ما بتقدر تنكرها ولا بتقدر تألف فيها. كويس؟ فضل الاعتصام ده الناس دي كلها شافت الغوة دخلت فيه. الناس دي كلها شافت الحاصل فيه، في ناس كان مهمتهم التصوير. في ناس كانوا شايلين كاميرات حديثة عالية الدقة زي جابوا بها الشهيد غصي الله يرحمه. في كاميرات حديثة ناس بس شايلينها بس ديل عليهم يصوروا، لا يدقوا، لا يقتلوا، لا يتكلموا، لا بس تصوير، ولما العساكر لاحظوا لهم في اللقطات بيفتحوا الشارع، بيخلوهم يصوروا، معناها قال لهم ما تعترضوهم. وبعدين أيضا القيادة العامة، خلي الليلة تطلع فيديوهات القيادة العامة، تطلع الدعم السريع هو القتل باللقطات يجيبوه اللي بيضرب الناس، أنا أول زول بعمل لايف وبهاجم الدعم السريع فيها، أنا أول زول بعمل لايف وبهاجم حميدتي فيها. خلي بس يجيبوا ناس القياده العامه الان يطلعوا الفيديوهات. لكن في جزء من القياده متواطئ مع كتائب الظل ما داير يجيب الحقيقه دي. ما داير يجيب الناس اللي لبسوهم كاكي باللبني اللي هم رجولينا من صالحه من جنوب صالحه اللي هو بعد اخر محطه في الجيعه اللي هم يسموا ب
اللي هو المعسكر بتاع جهاز الامن بيسموه الكتيبه الاستراتيجيه هناك، ديل جو مارجين 200 بوكس للتمويه، شالوا بكاسي الدعم السريع، وده الكلام اللي ذكره حتى النائب العام بالمناسبه. كويس؟ ديل هم اللي جو قتلوا الناس اللابسين الكاكي اللبني، ديل ناس الجهاز وناس الدفاع الشعبي والكيزان المكاتب الفنيه اللي بيدقوا الطلاب في الجامعات كانوا، خلاص. والغرض من الكلام ده كله شيطنه الدعم السريع، والغرض من الكلام ده ايضا لانه ناس قحط وعدوا صلاح قوش، ناس وجد صالح وابراهيم الشيخ، ولو انا كذاب الان يمشي يتوجهوا يفتحوا فينا طوالي بلاغات، وعدوا صلاح قوش بانه نحن حنحسم لك 5+5، حنغني على الشعب السوداني انه يقبل ب5 أعضاء مدنيين زائد 5 أعضاء عسكريين في المجلس السيادي. لكن بعد شويه ناس قحط لما شافوا الشارع استجاب لهم اتمردوا على صلاح قوش، وبقوا منحازين على الجانب بتاع حميدتي. والان لما حصلت الكعه كلهم قاموا جارين على حميدتي وعلى برهان، وياهو الخطابات بتاعتهم من اول يوم لغايه الليله. والليله بيشكروا في الدعم رسميا، واول امبارح بيشكروا فيه وامبارح بيشكروا فيه. ليه؟ لانه ما قادرين يخسروه، لانه ما قادرين يخسروه. خلاص؟ فدي كلها يمكن اشياء كويس. عفوا، لو في زول عنده دواء للانفلونزا البتة عليك الله يكلمنا، خلاص. لو في زول عنده كويس. طيب يمكن يا جماعه يا داب انا بعاين في التعليقات، في فريق يا بشير بيقول لي فضض الاعتصام دعم سريع 100%. شوف، هو في فريق بين زول شارك في فض الاعتصام وبين زول هو الفض الاعتصام، في فريق بين الاثنين ديل، خلاص. ده في فريق بين الاثنين ديل، زول شارك في فض الاعتصام وزول هو الفض الاعتصام. كويس. حكاية انك تلبس الدعم السريع تماما، الحكاية دي كان ما 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 حكاية عادلة من البداية. كويس. انه بس هو القتل، ركزوا على انه هو القتل. نحن من البداية قاعدين نقول يا اخواننا ما تمشوا ورا الجموع، يا جماعة الناس تاخذ نفس، تهدأ شوية، تراجع الفيديوهات يا هذه الناس شايلين عصايات، لا شايلين كلاشات، الناس يا ولد شايلين عصا، فدي نقاط. فانا غير افهم يعني ليه الوقت اللي كنا بنقول فيه الكلام ده، لشنو كانوا يعني بيشتغلوا على تخويننا، والان هم بيجوا بيقولوا الان الحريه. يلا، عشان كده انا بخشى دائما وابدا على الناس المخمومين، الناس اللي بيحفظوهم يقولوا مدنيون هدف. كويس. شفت النوع الزي ده؟ كويس. ده اللي انا شخصيا بخاف منه. ليه؟ او بخاف عليه. ليه؟ لانه يا جماعه زي ده ما بيدوه المعلومه الحقيقيه، وزي ده ما بوعوه سياسيا، زي ده بخلوه بس يمشي يهاجم ويخون وينبز ويشتم ويسوي، لكن ما بعلموه على السياسه، لانه اليوم اللي يعرف السياسه حيقوم يهاجم قحط. كويس. اليوم اللي يعرف السياسه حيهاجم قحط. كويس. فلذلك انا دائما يعني في نقاط انا بقول الزول يكون واضح فيها، ما يخاف من الردم، ما يخاف يقول لك انا لو قلت كده الناس حتهاجمني، خلاص، وانا لو هنا كده الناس حتقول. يا اخواننا بالراحه، ما في حاجه اسمها بيردموني. شوف، في ناس كتار بيكونوا ما فاهمين الحكايه، بيردموك في النهايه بيلفوا بيجوا بيعتذروا لك، وفي نوع ثاني بيموت على البرمجه بتاعته كده، دي الحياه عموما كده. كان بيجيك لاعب كوره في جمهور الليله بيجيب معاك، بكره بيجيب ضدك كده الحكايه، ضيعت ركله واحده ممكن يجيب ضدك مدى الحياه، هكذا. فما تخاف من المساله دي. كويس. ليه يا ناس الحريه والتغيير؟ خلاص. ليه انتوا حفظتوا الشباب جنجويد رباطه، خليته يغنيها ايمن ماو في كل مكان؟ ليه حفظتوهم الكلام ده؟ كويس. ليه حفظتوهم انهم يمشوا يهاجموا عربات الدعم عشان يحققوا مكاسبكم عشان تصلوا للسلطه؟ ليه من البدايه ما قلتوا يا وجد صالح؟ ليه من اول يوم ما خفت الله الخلقك وجيت قلت للسوار الكتلوا ديل كتايب ظل، والفض ديل ناس الدعم وناس فلان وناس فلان؟ ليه ما قلتوا الكلام ده؟ وانت كده كلامك ده ما تاثير على مجرى العداله وعلى سير التحقيق. طيب نبيل اديب يطلع يقول شنو ثاني؟ نبيل انت اللفافه ليك شنو؟ ما تصبر شويه، خلي التقرير يطلع، ولا ده كله عشان يرضوا عنك يعني؟ اصبر شويه. يلا، الكلام ده الان اثار ثائره جديده في الشارع، لذلك قلت لكم الوقت قريب حيجي قحطي حتنفصل من الشارع، حيبقى هدف الشارع وهدف قحطي ما واحد. كويس. والكلام ده الان يا هدى حاصل، وحصلت يوم 30 يونيو لما قالوا كل الشعب الشارع، لما الشارع مرق بعد شويه قاموا قالوا لا خلاص الناس تمشي القصر الجمهوري،
ناس لجان المقاومه قالوا ركبوا راس، قالوا لا ما في زول يمشي القصر، قولوا كده في جمهور بدا يدافع على الكوبري خلاص، قالوا لا اصبروا. كذلك اللي حصل يوم 19 ديسمبر قالوا قطر عطبره، ناس لجان المقاومه ركبوا راس قالوا لا، قالت انا من الناس اللي اعتذرت لك، الف شكر لك وتقدير استاذه هناء، كويس تسلم تسلم يا اخي على كلامك الطيب، ونحن كلنا بنخطئ وبنعتذر لكثير من الناس، كويس طيب الكلام يمكن كثير يا اخواننا، كويس الكلام كثير جدا جدا، كويس الكلام بتاعي يا جماعه انه ليه ناس الحريه والتغيير حفظوا خلاص حفظوا الشباب في الشارع وبرمجوا امخاخهم على انه بس قتلوكم ناس غاف دالسين ناس الدعم، والان جو طلبوا منا ليه وجدي صالح ما في يوم بقيت راجل طلعت في التلفزيون قلت حميتي قاتل، طيب انت وقت مقتنع به وليه ما قلت حميتي قاتل؟ ليه خليت يقولوها اولاد الناس ويموتوا؟ ليه ما طلعت الاصم ولا سلك؟ ليه ما طلع ابراهيم الشيخ ولا عمر الدقير؟ ليه يوم ما قالوا حميتي قاتل؟ ليه يوم ما قالوا الدعم السريع رباطه؟ ليه حفظتوها لاولاد الناس في الشارع؟ ليه خليت اولاد الناس المساكين يقولوها ويموتوا؟ المساكين يقولوها ويموتوا، لكن انت ما بتقولوها لدرجه انكم لفيتوا من المحور ده الان، لفيتوا منه تماما، جيتوا قلتوا لا لا ديل ما هم ديل ناس الامني، عليك الله انتوا تستحقوا المحاكمه نهارا جهارا يا استاذ وجدي صالح، انت وامثالك تستحقوها نهارا جهارا، كويس المحاكمه، انتوا الان تتحملوا جزء من 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 دم الشعب السوداني ده لانكم ما وريتوا الناس الحقيقه، دسيتوا الحقيقه دسيتوها، والليله جيتوا في المؤتمر الصحفي قلتوا تصلحوا الغلطه شويه، قلتوا تصلحوها. لذلك في كثير من النشطاء حتى جزء منهم كان موالي لقحط، الليله انقلب. كويس؟ الليله انقلب. ليه؟ لانه يا اخي شاف ديال ناس الحريه والتغيير اللي هو ماشي وراهم بقوا يقولوا، يلا عشان كده يا جماعه انا دائما وابدا في زول بيسالني بيقول لي ساقوا بكاسي الدعم كيف؟ الكلام ده جاء حتى في تقرير النائب يا جماعه. كويس؟ في تقرير النائب العام يا جماعه، ده ما كلامي انا برايي، انا ما اعرف انتوا الناس دي بتنسى ولا شنو يا اخي، خلاص ما اعرف الناس دي بتنسى ولا شنو، نتذكر كويس؟ اول حاجه النائب العام قال جات قوه من صالحه من جنوب صالحه، كويس؟ مصعب لو متابع في اللايف ابدا احظر اي زول مسطح ما عارف اي حاجه وبيجي بهاجم ساكت، خلاص اي زول محفظين وناس قحط الكلام احظر البته، كويس؟ قال في عربات جات من صالحة اللي هو دي في جنوب صالحة، كويس 200 بوكس اللي هم لابسين نجدة وعمليات، كويس ذكر انه القوة جات حصل تمويه، في حاجة اسمها التمويه في الجيش معروفة زي ما في الكورة وفي الونسة وفي اي حاجة، التمويه ده انك تجيب ناس تلبسهم لبس مثلا غير، لبسوا ناس الدعم السريع الكاكي بتاع الدعم بتاعهم المعروف وشيلوهم عصايات وديل مشوا، لبسوا ناس الجيش، ناس الجيش في جزء لبسوه لبس الأمنية وفي جزء من الاستخبارات لبسوهم لناس الشرطة الأمنية والمباحث، ولبسوا ناس من الجهاز الطيرة ومن الطيرة الجهاز، ركبوا ناس الدعم في عربات الجهاز وركبوا عربات الجهاز في ولو ركبوا الناس في عربات الدعم، يعني الحكاية دي سهلة أرجع أقرأ فيديوهات يعني واضحة جدا جدا، كويس ما البكاسي البيضاء العالية دي معروفة حقت الجهاز الواطية شوية، معروفة حقت الدعم الواطية شوية دي حقت الجهاز، حصل تمويه في القوة، كويس؟ طيب ابقى الآن السؤال، انتوا الان حريه وتغيير قلتوا الدعم السريع ده ما قتل، قلتوا الدعم السريع قلتوا الفض الاعتصام هم الجهاز الامن، الكلام ده قلتوه قبل في المؤتمر الصحفي ذكروا وجدي صالح وامتدح ادوار الدعم السريع وقال الدعم السريع له دور كبير جدا في الحدود وقال الكلام ده، انا ما اعرف زمان كان مالو على اي حال. طيب الان يا وجدي صالح انتوا لما كنتوا بتمرقوا الناس في الشارع ماتوا ناس بسبب الكلام ده، في ناس مرقوا قالوا جنجويد رباط ودقوا لناي في عسكري عطى طلقه مات، يلا تعال ده علمنه، ده سؤال ده علمنه، انتوا شحنتوه قلتوا له ديل ناس الدعم، خليتوا المواطن ماشي في الشارع لو لقى عربيه دعم بنبز ناس الدعم، الان انتوا جيتوا انسحبتوا منها اول ناس يا ناس قحط يا ناس الحريه والتغيير، الان يا هم انسحبتوا وجيتوا في مؤتمر صحفي قلتوا الدعم السريع ما هو الفضه، الفضه ديل ناس سيئات العمليات، كويس اللي هم ناس جهاز الامن، الان جيتوا انسحبتوا من البدايه قلنا لكم ما تجعلوا اولاد الناس درجه لكم، من البدايه قلنا لكم الاعتصام ده تفضى بقوه مشتركه،
القوى المشتركة دي تم تكوينها قبل فضل الاعتصام، وبعد أول يوم في الاعتصام بمدة أسبوع قاموا جابوا قوة مشتركة تدربت في الجيلي وتدربت في القطينة، والناس دي لغاية ما وصلوا العربي ومنها اتحركوا وصلوا لغاية جاكسون، خلاص من جاكسون عفوا هم جايين من صالحة وجاي القوة من الجيلي ولغيرها، لغاية ما جوا داخلين بكوبري النيل الأزرق، وديل دخلوا بوين؟ لفضل الاعتصام. من البداية قلنا يا حكومة الحرية والتغيير، فضل الاعتصام ما مسؤولية الدعم براو، ولا مسؤولية الأمن براو، ولا مسؤولية الشرطة براها، ولا مسؤولية الجيش براو. يعني ما ممكن تجي تحمل لي طرف دون الآخر، ما ممكن إلا كان أنت عندك قصد مع الطرف ده تتشفى فيه أو تنتقم منه، لكن ما في حاجة اسمها جهة واحدة، ما في. يعني ما ممكن يكون فضل الاعتصام ده فضل الدعم السريع براو إلا لو زول مبرمج ساكت، ما ممكن يكون فضل الاعتصام ده فضل ناس الجهاز براهم، ما ممكن يكون فضل الاعتصام ده فضل ناس الجيش براهم، ما ممكن ناس هنا الدعم ده يكون حكايه بالعقل يا جماعه. لكن للاسف نحن عطلنا ادمغتنا في الفتره اللي فاتت، والناس مالت على الشتيمه على التخويم، ودي الاضعف الناس تفكيرا وعقلا، لذلك بيتم النقص ده بالشتايم. كويس، في ناس مرسلين من جروبات، في جزء منهم في اللايف ده الان قاعد ان شاء الله بعد اللايف حيتم حظرهم واحد واحد. كويس، لانه اللي عنده نصيحة، اللي عنده كلام طيب، اللي عنده نقد بنقبله، لكن اللي عنده إساءة تحظره لغاية ما يتعلم الأدب حتى بعد ذاك يجي يشاهد ويتابع. يلا نرجع تاني، الليلة الاعتراف ده المفترض تحاسب فيه حكومة الحرية والتغيير، تحاسب فيه ليه خليتوا الناس يموتوا وقت انتوا عارفين الكلام ده؟ كويس، ليه عارف بس انتوا وقت عارفينه ليه خليتوا الناس دي تموت؟ بس ده سؤال، ده سؤال. كويس، لذلك الآن يبرز السؤال، من وقع على فضل الاعتصام؟ الآن السؤال يبرز. لو ان كنت بتكلم عن فضل الاعتصام الوقت ذاك الناس ملخومين زي كذوك عيك ما في زول جايب، كثير من الناس الواعيين كانوا بصاد بعينه للمشهد كده، اما المخمومين كانوا بيمشوا صفحه دي قالت وده قال وما عارف ليك، ما في، تعطلوا التحليل العقلي لدى الناس، عطلوا التفكير. خلاص، وقت كنا بنقول انه هنالك من وقع على فض الاعتصام، اول سائر في السودان او اول ناشط في السودان فجر القضيه دي، ده انا احمد الضي المسكين ده اول زول فجرتها في الاعلام، وناقشنا القضيه دي وهوجمت فيها جدا. ان شاء الله يا داب الان وقعت للناس انه في ناس وقعوا على فض الاعتصام. انا قلت ده تاريخنا في السودان، السودان للاسف تاريخنا الفاس بعد يشق الراس حتى بعد ذاك، مش اقعساي يشق الراس حتى بعد ذاك، يا داب بنقتنع، يا داب بنقتنع. واقتربت اللحظات اللي حنكشف فيها منو الوقع على فض الاعتصام، اقتربت اللحظات الزي دي. كويس، اقتربت اللحظات. يا استاذ ابراهيم الشيخ، انت قبل فتره بتتكلم معي كلام مباشر، قلت لي يا احمد الضي، كويس بخشمك، قلت لي حميتي ده واحد حرامي وجنجويدي ورباطي وما عنده حاجه. كويس، انا قلت لك ما هو الفض الاعتصام او ما هو براو، هو فض مع الناس، اما القتل ما صح. كويس، القتل ده قتلونا سجياز لاهداف 1 2 3، قلت لي قتلهم حميتي. طيب يا استاذ ابراهيم الشيخ، الليله القلبهم شنو بيقوا هيئات العمليات؟ ها الليله القلبهم شنو يا ربي استاذ وجدي صالح؟ الليله القلب الناس دي شنو هم كانوا دعم؟ شوف سبحان الله، لا يا جماعه، يعني هم كانوا دعم سريع لما قتلوا الناس في فض الاعتصام، بس الليله زي النهار كده فجاه كده اتقلبوا بيقوا هيئات العمليات بتاعت الجهاز. طبعا دي خطوره وفقدان مصداقيه كبيره جدا، ده بيدل على انه قحتي ما بتخاف الله في الجمهور، ده بيدل على انه الجمهور ده كان سايقنه ساكت، لذلك لو ما شغلت عقلك حيقوموا يبرمجوك، خلاص حيبرمجوك عشان تمشي اهدافهم الدايرين هم. يا هل احزاب استغلت الشعب كوسيله عشان تصل به السلطه، والان وصلت السلطه، الان وين؟ تاني الاحزاب، تاني يقدر الاصم يصرح زي زمان؟ تاني يقدر خالد سلك يصرح زي زمان؟ تاني يقدر ولدي صالح يتكلم بغير ما اراد وامر حميتي؟ تاني يقدر ابراهيم الشيخ يتكلم بغير ما ارادوا قوش وبرهان وحميتي؟ يقدروا تاني؟ ما يقدروا، قسم بالله كان طقوا رؤوسهم في السحاب، تاني ما يقدروا. كويس؟ الان يا هدى البلد قالت قيادات الحرية والتغيير والمجلس السيادي جروا تدسوا في مكتب برهان، أنا لو كذاب تتوجه وافتحوا فينا بلاغ زي ما الدعم فتح فيني بلاغ. كويس، في جرائم المعلوماتية في بحري، كويس اللي هي هيئة التحقيقات ولا اسمها شنو تغريها من جوا غايت جوا في الإلكترونية، أما النيابة الموجودة في الخرطوم دي هي كلنا كنا قايلين نيابة، هي دي المحكمة.
كويس، اللي هو بلاغ، انك انت قلت الدعم السريع، وقلت الدعم السريع انه هو اسمه شنو، اسره واحده بتحكم السودان، وقلت انه الدعم السريع قاعد يجند قاصرين، والدعم السريع وقلت وقلت وقلت. فامبارح مشيت واخذوا مني التحري هناك وفكوني بالضمانه، الكلام ده في بحري، وده للناس اللي بيسالوا تحت في التعليقات، وده للناس اللي سالوني في الصفحه الرياضيه بهناك، وللناس اللي بتتصل تلفونات، فعلا الكلام ده حاصل وكده. واي زول تاني هيقوم يتكلم هيقوم يفتح فيه بلاغ، يا تثبت يا تنسحب. يعني حنثبت انت كمان، وحنوضح اكتر ان شاء الله. انت انا بسالك، انت كقحتاوي موقفك شنو؟ دي قيادتك اللي انت كنت ماشي معاه الان، هي جات وقفت في الشارع قالت لك والله انت عارف شكله ده ما الدعم السريع، شكله ده الا سيئه العمليات. طيب من البدايه ليش ما قلت لنا ده الدعم؟ ليش نو؟ بس انا لا اعرف زرعت الكراهيه في نفوس الناس تجاه الدعم، ليش نو اكيد انتوا حتتراجعوا من الكلام. خليتوا شباب يضحوا بعمرهم بحياتهم، الشهيد فلان والشهيد فلان في المتاريس والشهداء ضحوا بدمائهم ليه؟ عشان ودي صالح. انتوا من البدايه تعبوهم وتغشوهم، وعباس مدني يعمل مسرحيه القميص المسرحيه كويس، وكنت سألوا قال ليه ودين منو؟ عشان كده انا كنت بقول لكم يا شباب، وهم ناس الحريه والتغيير ما قاعدين ينبذوا الدعم السريع، انتوا كشباب براكم في الفيسبوك وده قاعدين تنبذوه، هم ما بنبذوه، هم ما بيقعوا في البلد. وانا بنتظر وبتحدى يطلع قيادي في الحريه والتغيير يسيء للدعم السريع، اتحدى، بيخليك انت في الفيس ده تنبذ، بيخليك انت في الشارع، انت حلك واحد تمشي تجيب جنب تلفزيون السودان، لقيت ودي صالح خاشي كيف تمسكه من يده؟ ترابط من الصباح، كيف تدخل معه وتقول له قسم بالله الليلة يا ودي صالح علي القسم وعلي الحرام، الليلة في التلفزيون ده تقول الدعم السريع مجرم، يا أقسم بالله أنا أطلع لك على الهوى الآن، أنا حاجي نط لك جنب الكرسي وأسألك السؤال ده قدام الناس، كويس؟ ورونا جد، أنتوا لو في حقائق عارفينها ما أنت ورونا ليها، ورونا ليها. أولاد الناس لعبة ولا دماؤهم ضحك؟ يا ريت انه يقدم الاستاذ وجدي صالح لمحاكمه عادله في الكلام ده. يا ريت انه اي قيادي كان بيحرض ضد الدعم السريع يقدم الى محاكمه، لانه شحنت الناس خليتهم يمشوا يموتوا، وجيت في النهايه لقيت كرسي الحكم جامد قلت لا ديل ما هم. يا انت عارفهم من البدايه ديل ما هم، لكن داير لك قضيه تصل بها للسلطه، يا اما انك انت استغليت وفي الحالتين انت استغليت الناس. في الحالتين. الكلام يمكن هو كثير جدا السادة الأفاتارات، أنا بفتح فرصة كويس للأسئلة كويس. طيب قال والله ما زعلان إلا على الميجابايتات اللي انتهت فيك. يا ياسر يبدو إنك رجل منخفض الوعي وتفكيرك تعبان، القلق تجي تفتح اللايف منه؟ يعني شوفوا البرمجة لما تضرب المخ بتخلي الزول ما بيقدر يفكر وبيكتب تعليقات تدل على إنه تعبان تعبان كويس. انت القلق تجي تحضر منه؟ انت ما تمشي هناك اساسا ازيك ده بكون قاعد يحضر النقد والطير فقط وبيحضر غني، ما بكون فاهم ذاته قبل الثوره ذاته بتلقى ما في. فانا اريحك بالبلوك ان شاء الله باذن الله رب العالمين كويس. تمام عشان تاني ترتاح البته كويس. اي زول تعليقه مسيء هنا. عمر بيقول كل القوى النظاميه خشت في فضل الاعتصام، كلامك صح. ابو زر بيقول وصل تسلم. رجل المناضل لك الاحترام. العفو يا استاذ امين، المناضلين كتار جدا والله، وكلمه الحق ثقيله جدا. طيب كويس. بيقول صح والله العظيم، تسلم يا هناء كويس. من الذي امر بفضل الاعتصام ومن الذي نفذ واين المفقودين؟ سؤال ممتاز كويس. سؤال ممتاز كويس جدا جدا كويس. اللي هو في حتة من الذي أمر بفضل الاعتصام، السؤال ده بيجيب عليه النائب العام وبيجيب عليه نبيل أديب ولجنته لما يجي يقولوا لك التقرير، لأنه أنا عن نفسي ما عارف الفض منه، الأمر بالفض منه أنا ما عارف لك الضابط اللي قال خلاص القوة دي تمشي وداك عميد وداك لواء وداك فريق وداك فريق أول، ولا أعتقد في زول من البتابع اللايف ده الآن عارف المعلومة دي، لا أعتقد. دي معلومة بيعرفوها الناس اللي في الدولة بيعرفوها غيرهم، أنا ما متأكد لك منها. لكن الدعم السريع شارك في فض الاعتصام، الدعم السريع شارك في ضرب الناس وإهانة الناس وإذلال الناس ووطئ وجوه الناس ورؤوسهم، خلاص الدعم السريع شارك في اليوم الأسود التافه ده، خلاص الجهاز الأمني شارك في فض الاعتصام كويس، جهاز الأمني شارك في فض الاعتصام، وكوادره من الأمن الطلابي وغيرهم هم اللي كانوا لابسين اللباس بتاع النجدة والعمليات وأطلقوا الرصاص في النار كويس. طيب
عادل اودو بيقول لي قول لهم شماعه. الله يصحي يا اخي كويس. طيب الكلام كثير جدا. قال كانت كيكه وعاوزين يقسموها وقت انقسمت باعوا. فعلا فعلا يا استاذ عوض فعلا ده الكلام كويس. هنا طيب الله يحفظ السودان من كل شر. اللهم امين يا موسى يا اخي تسلم كويس. رايك شنو في قحط ذات مشاركه في فضل الاعتصام؟ والله الرشيد انا شهر 6 قلت الكلام ده وهجمت فيه جدا ودفعت فيه ثمن غالي، وبعد ده كله ظليت على موقفي ثابت وما زلت للحظه دي ثابت. الحريه والتغيير وقعوا على فضل الاعتصام. وياسر العطا جه خلف كراعه قبل كم يوم في التلفزيون وقال الناس الحريه والتغيير نادونا قال لنا فضوا لنا اعتصام كولومبيا. كان يردوا على ليهم الدين ما يقدروا اسمع الكلام ده. المشكله انه الناس بتخلي القيادات بتاعت الحريه والتغيير وقيادات المجلس بيقولوا في شنو بيجي بيمسكوا فيك انت اللي قلت لك غايته. طيب بيقول قاعد احضر استمر. تسلم يا مصعب. تمام قدامي يا راكز. الله يخليك يا اخي الله يخليك. كلام جميل. طيب انا شاكر لكم يا شباب اللي موجودين على مستوى البث المباشر، لكن يا اخواننا كويس دي رسائل لازم تصل، دي افكار لازم تصل كويس. دي افكار اراد الله كده يا حازم. ده سؤال شنو ده اراد الله كده؟ انا ارد لك اقول لك شنو يعني؟ اقول لك ربنا ما جعل مقتلنا يعني ولا اقول لك شنو؟ طيب انا ما اعيد لك السؤال ده، انت ذاتك جاك شنو؟ انا ما اسالك انت ذاتك كده كويس. طيب كويس. احمد بيقول انت كنت ماخذ صفحي من التيوب بتدافع عنه، هسي ليه قلبت عليه؟ والقلب دي سؤال بريء. والله يا احمد اشكرك جدا، سؤالك محترم، اسلوبك واعي جدا، نحن بنحترم اي راي، بنحترم اي سؤال وبنجاوب. نحن الاساءات اللي بنحظر فيها عشان ما يجي زول يقول لك احمد الضي يحظر وشنو، لا 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 لا، نحن بنحظر الاساءات. طيب بالنسبة ل انت كنت ماخذ صف حميتي، اولا انا لما كنت دافعت عن مواقف لحميتي لانه شايف انه ما هو اللي قتل الناس في فضل الاعتصام. يا اخي دي وجهه نظري انا، ما عارف انت ذاتك لك وجهه نظر تاخذها في جوش في عطا في فلان في علان كويس. دي نقطة أولى. أنا ما قلت أنا مع الدعم ولا خلاص ولا ولا، ممكن أكون دافعت عنه في مواقف، لكن ده ما بيعني إني ما أجيف موقف إيجابي إذا أخطأ. إذا أخطأ بيكون ده موقفي، وكان موقفي واضح، نغطى حاجات يعني في كثير من النشط الآن قاعدين في الخرطوم كان كحلهم بالشطة ما بيقدروا يطلعوا في لايفات التابعين للحرية والتغيير، ما يقدروا يقولوها في حميدتي ولا يقدروا يقولوها في الدعم السريع كويس. فنحن ما بنقول لزول أمرك وبننسحب من الكلام، لا. أنا أشكرك يا أحمد، أنا أشكرك جدا على سؤالك. طيب الله يبارك فيك. تسلم يا أحمد، شكرا لك. أحمد بيقول صلاح جوش خبره شنو؟ والله يا اخي ما عارف. صلاح جوش ده انا الناس دايما بتسال، يعني صلاح جوش ده اخر معلومه بتقول في الامارات، منها مشى القاهره، فما عندي علم والله، لكن حسب معلومتي زي كل النشطاء بانه صلاح جوش تقريبا الليله هو مش في الصحف قالوا نفى الكلام الامس ده، انه هو ما رد وما سوى وما سوى، لانه يا جماعه الشخصيات المخابراتيه بتغلب عليها النزعه بتاعت الصمت اللي هي النزعه اللي ما بيتعاملوا فيها بردود الافعال، دي غالبيه رجال الله. يعني ممكن المتحري يجيك في التحري ايام في المعتقل، المتحري ممكن تسخن معاه وتقول له ما عارف، او تقول له انت كده، ممكن ما يرد لك سريع بالمناسبه. ليه؟ تركيب تدريبه ذاته في المعسكر بيقوم على الحاجه دي. فبالتالي انا استغربت هل جوش ده خلاص وصل المرحله اللي هو بقى يشاك العديل ويتحامق، لكن الليله هو نفاه في الصحف. فعموما نحن بنسال ايضا من البلاغ، يعني هم قالوا وجهوا فيه بلاغ وحميدتي قال بلاغ، وين البلاغ وماذا حدث فيه؟ الدعم السريع هو مشترك في فضل الاعتصام، لا احد ينكر هذا استاذ قاسم، لا احد ينكر هذا البتة كويس. طيب ربنا يحفظ السودان، اللهم امين كويس. طيب الصادق المهدي كان وين؟ والله لا ما عندي بيع علم يا صديقي كويس. احمد الضي مش قالوا بعت القضيه؟ قالوا، بس ما بتخجلي تقولي قالوا؟ ما بتخجلي؟ في نوع لا يسمع لك لايف ولا يقرا منشور، بس بيشوف الناس قالوا عقله بيكون صغير بيجري مع الناس، بس زي ده بيكون برا في المجتمع ما عنده فايده، في المجتمع برا بتلقاه كويس. فلذلك انت قولي لي يا احمد انت قلت كده خطا وكده خطا، لكن ما تيجي تقول لي قالوا، لانه دي بتضعف حتى في فرصه الرد عليك. بيقول الحمد لله على السلامه، الله يسلمك استاذ جعفر. كرم الدين بيقول لي سؤال، متى يتم تقييم اداء الوزراء ومتى يتم تغييرهم؟ ما معروف والله يا استاذ كرم، ما معروف. تقييم الوزراء والشغل ده في نصف سنوي وفي سنوي، خلاص منو اللي بيقيمهم اذا كان حتى المجلس التشريعي ما
المجلس التشريعي ما في تبقى، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. تحياتي أراكز لك التحية، أمنياتي بلمن السراب. تسلم يا أستاذ داود، خلاص تسلم كثير جدا. الحل في كل القوة، الخرطوم جوا. والله يا محمد هنا أنا ما أتمنى قتل الناس، هسه في ناس كتار يقولوا ليك يا أخي خلي الخرطوم دي تدور زي ما دورت دارفور، وزي ما دورت جبال النوبة، وزي ما دورت النيل الأزرق. أن إحنا وقت بيقتلوا فينا ناس الخرطوم ما شغالين بينا، أن إحنا الليلة ناس الخرطوم بيطالبوا بشهداء الاعتصام لكن ما بطالبوا بشهداء دارفور ولا جنوب كردفان ولا النيل الازرق، ان احنا ناس الشرق ما في زول، ان احنا ناس الشمال ما في زول بيهتم بينا، ان احنا ناس الوسط ما في زول بيهتم بينا. بيقول لك لكن انا اقول لا اتمنى يعني السلاح ما يدور في اي حته. خلاص الله ينزل السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذو الجلال والاكرام. كويس، لا اتمنى انه السلاح كويس. أنا بيقول عبد الله ضروري رايك يهمنا شديد في تسريح هيئة العمليات. أمري مقبول أستاذ عبد الله. هيئة العمليات حلها وتسريحها أمري مطلوب. كويس، أنت ما حتقدر تحل الأمن الخارجي، ولا حتقدر تحل الأمن الاقتصادي، ولا تقدر تحل الأمن الاجتماعي اللي عملوه جديد. حتقدر تحل هيئة العمليات الشايلة سلاح، لأنه أصبحت دي قوة 30,000 مناوئة للجيش، بقت قوة ذات موازية للجيش. يجيدوا حرب المدن، خلاص يجيدوا حرب المدن، يجيدوا حرب الجبال، خلاص او الشارع او غيره. ديل انت عبارة عن قوة مسلحة قاعدة لك جوا، صح ولا لا؟ طيب القوة دي ان احنا حننزل الشارع تاني، وحننزل لايفات العيش، وحننزل لايفات الشارع، وما حنقول لزول امرق ونحن قاعدين جوا، وما حنقول لزول انتقد حميتنا وما انتقدناه ونحن، وما حنقول لزول نحن ما حرية وتغيير عشان نقول لك امشي نبس فلان ونحن نقعد نهرب من الموضوع ونجي نقول لفلان ده ما هو كده. خلاص كلمة بنقولها عليها. قال أتمنى دعوة الناشطين للتوحد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، إن شاء الله بإذن الله. ربنا يديك الصحة والعافية، تسلم كثير. بيقول والله يا جماعة الناس بتسألني شايف في كم تعليق من مدير المخابرات الجديد ده مجيد ده. هو شوف الناس بتقول هو كوز ولا ما كوز. كويس، أول حاجة أول شيء هذا الرجل كويس، إذا كان ماكوز ما حيجيبوا مدير لجهاز الأمن. قصة إنه المدير الجديد دي كوز ولا ماكوز دي ما فيها نقاش البتة. هو ده كوز، دمبلاب كوز، صلاح قوش كوز، محمد عطا كوز، الهادي بشرة كوز، حتى وإن كان حزبي قبل ده. خلاص الآن دمبلاب كوز، الآن جابوا جديد كوز، كان جابوا جلال الدين الشيخ كوز، كان جابوا عوض الكريم كوز، كان جابوا مفضل كوز، دي كلهم كيزان الآن. فما ممكن يجيبوا لك مدير جهاز الامن يجيبوا لك ساي، وهو اصلا من البدايه الحريه والتغيير رفعت يدها في الوثيقه الدستوريه وقالت الحاجات العسكريه ما حنتدخل فيها. الوقت ده كنا بنقول يا ناس الشارع الكلام ده حندفع ثمنه لقدام، الناس قالوا قدك مشغوله بحاجات ثانيه، هسه يا دوب الرصه بدات تقع للناس يا داب. طيب اين الحريه والتغيير من الاقتصاد؟ هي ما في خطه جاهزه اصلا ولا موضوع يا استاذ ادم، والكلام ده قالوا قبل اليوم، قالوا رئيس الوزراء ذاته يعني. قالوا رئيس الوزراء قبل اليوم عبد الله حمدوك ده، ما قلته أنا. كويس، قال راكز والله بيعجبني فيك، راكز كلامك من الأول، تحياتي لك يا فتار. تسلم يا أستاذ كيمو والله. كويس، تسلم كثير جدا. كويس، موضوع الاحتجاجات ده اللي يكون بموافقة من الأجهزة الأمنية، رأيك شنو في هذا القرار ولو بمصلحة قاعدة؟ وهذا الكلام أنا رديت عليه امبارح يمكن في فيديو مقتضب كده، لأنه فجأة لقيت اللايف اتحظر هناك في الصفحة الرياضية. أولا شوف، هو قصة تنظيم المواكب دي طعن في خاصرة وقلب الثورة، وللأسف الشارك في طعن الحاجة دي هم الأمبارح بيقولوا للناس اطلعوا، هم ناس عباس مدني الأمبارح كانوا بيتراقصوا في ساحات الاعتصام وبيمثلوا في التمثيليات، الآن يا هم دارين يوقفوا المواكب ويحلوا لجان المقاومة. يا هو بيجي بيقول ليه قال الثورة المواكب، بيجوا الناس بيستغلوها، بيجوا يستغلوها. والله يعني انت كان منعتها خلاص تمنع الشارع كده، هسي بتاع الشرطة ده انت كان جيت قلت له انا داير والله حقيقة داير تصديق لدي مظاهرة كده كده، يقول لك ما تتظاهر وين ان شاء الله؟ هو ذاته بكون خالف كرة بعينك باستحقار غالبا. وين؟ تقول له والله يا اخ ماشي القصر، قصر عديل كده يا عمك، لا حول ولا قوة، اشرب لك شاي يا بتاع، جيب شاي على الله. كيف اسمع اهل البلد دي كيف؟ يا اخي الله يهديك بلا البلد، اديني تصديق انا مالك. يقول لك ليش شنو؟ والله داير اغيل وزير الداخلية. يعني يقول لك والله هو اخ طبعا اخ بعد يتمغى ثلاث مرات.
طبعا السيد وزير الداخليه ده شال التصديق ومرق، يعني الزول اللي بيصدق ذاته مرق، والختم ذاته وقع هناك على كردفان، هو داخل على مروابه وقع منه هناك ذاته، لكن في ختم احتمال يدخل بالحدود جاي من اثيوبيا بهناك بس او اريتريا قرب يصل كسله. كويس؟ انا يقول لك داير هنا، داير لشنو؟ تقول له والله يا اخي انا داير مظاهره لكده، يقول لك لا لا خلوها كده، نحن ما رتبناه. ممكن يخلوا لك موكبين في الاسبوع او ثلاثه او واحد في الاسبوع او واحد في الشهر، وقد استخدموا معاك اسلوب الاسبوع الاول يخلوك تتظاهر تتظاهر، يجي يقفلوا لك الاسبوع الثاني. كويس؟ الكلام ده كنا بنحذر منه، وكنا بنحذر من انه حيجي وقت من الاوقات، حيجي وقت من الاوقات حيمنعوا الناس من التظاهر في الشارع. خلاص، وكلمناكم انه يا سادة المجد الكرام بانه الحاصل الايام اللي فاتت من قفل شوارع القيادة، واشار للكلام ده البعشوم برضه في الصفحة بتاعته لما قال دي خطوات من اجل انه يقفلوا الناس من التظاهر، فالناس راكبين في المواصلات، عاد شفت عيني. خلاص، واحد يقول راكب في المواصلات، يا جماعة عليكم الله يقتل، لا الشارع ده ماله يا جماعة، يا اخي المواصلات ما في، الناس واقفة. اقرب زول بيقول له يا اخي ده الجماعه دي يا اخي مشوا القصر هناك يا قافلين الشارع يا اخي الله يكرهونا ذاته يا اخي، ذاك بيقول له ما دايرين مظاهرات، شغل بتاع راي عام. زمان كان بيعملونا زي يا زلم شغل الراي العام زي ده، تذكروا كان 2010 في دعوه لمظاهرات في ابو جنزير اللي كان ابراهيم نقود الله يرحمه ويغفر له زعيم الحزب الشيوعي، انا ذاك السكرتير اللي كتب الورقه الشهيره ناس الصادق المهدي، وديل وعدوه انسحبوا خلوه ما يجي، فكان الوحيد جاء مثل الاسد الهصور وقف في ابو جنزير وكتب في الورقه حضرنا ولم نجدكم موقف للتاريخ، وركب في بوكس الجهاز طوالي تم اعتقاله. ف يعني الناس لما حضرت في ابو اول حاجه من بالليل الكيزان قالوا ميدان ابو جنزير ده املوه بالعربات، اي عضويه مؤتمر وطني ساكن في الخرطوم يمشي يوقف عربيته في ابو جنزير عشان بكره ما دارين اي ساعد، وحاوطوا لك بعربات ما يعلمها الا الله من الشرطه والامن وكده. طيب الشباب بيجوا يخاطبوا الناس في المواصلات، بيجيب زول في الباب يا جماعه السلام عليكم، انتوا شايفين حال البلد دي واصل لوين، انتوا شايفين البلد دي دايره تقع، يا اخوان البشير ده يا اخي البلد دي ما بتمشي، دايرين نتظاهر لحقنا لضمان دولتنا لكده. الحفلات دي ذاتها الجايه ماشيه بالخطوط بفوق بهناك، الماره ببرج البركه، الخطوط اللي بجاي ماشيه به، دي كلها بيخلوا الحفله لو فيها 28 راكب يكونوا فيها سبعه امنجيه، سبعه امنجيه اقلهم دير راكبين جوا. فانت تيجي تتكلم يا شباب يا اخي المظاهره، وهنا يقوم واحد منجي يقول لك يا انتوا دايرين تخربوا البلد يا عليك الله قدو كده ولا كده يا اخي، هو منجي لابس عادي انت تكون عارفه عشان يثير الراي العام ضدك. خلاص، زي اللي بيعملوا هسه في الماسنجر ده، في غرف الماسنجر اللي بيجوا يهاجموا به ناشط ولا يهاجموا به كده، كلها خدع سينمائيه يعني من وراء الكواليس. فشنو بتجيك واحده بتكون ملازم في الجهاز ده دور الليله بجاي هنا قاعده تقول لك حقيقه انتوا بتخربوا البلد، انتوا خلاص. عمك كبير اسمهم يقول الله كلامك صح يا بنتي، بدوا يقوموا يشتغلوا عليك الشغل السلبي ده بالطريقه دي. فللاسف الشديد، للاسف الشديد يا جماعه اسمعوا الكلام ده، قحتي ماشيه تسقط، اسمعوا الكلام ده كويس، قحتي ماشيه تسقط وقحتي ادت الشر، ولو قلتوا كلام غير ده انت خشوا على نفسكم. وبيجي الوقت، بيجي الوقت اللي حنندم فيه على الوقت اللي قعدنا نهاجم فيه النشطاء، والوقت اللي قعدنا نفقد فيه المستغلين وبنكسب في الاحزاب، ويا هالاحزاب اورثتنا دار البوار والدمار، خلاص عمرها ما قدمت المواقف الايجابيه. اسمعوا الكلام ده كويس، قحطي ماشي على السقوط، ما يغشوكم، الشارع قاعد ما بيقدروا، الشارع ذاته حينقسم لك بعد شويه ما بين قحطي وضد قحط، سامع الكلام ده؟ وهسه هو انقسم، حينقسم انقسام اكبر، وحتنقسم لجان المقاومه بشكل اكبر من ده، اللي بيقول غير كده ده زول شاعر ساكت، لكن لا 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 يقول حافظ كلام بس، لكن ما 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 مصيغه بالشكل علينا. انا 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 يمكن ما داير اقول كويس، ما داير اقول كلام كثير كويس والكلام طويل كويس. انا بشكر كل الشباب اللي معانا في اللايف. يا اخواننا السؤال ده والله يتعبني تعب، يا اخواننا السؤال حسن فضل الله بيقول من هو فضل الاعتصام؟ يا استاذ حسن، فضل اعتصام شاركت فيه قوه مشتركه من جهاز الامن والدعم السريع والشرطه والجيش كل ديل، بالاضافه لكتائب الظل من الدفاع الشعبي والامن الفني والامن الطلابي وغيره. كويس؟ وقتل الناس ما تم بواسطه عناصر الدعم السريع،
فضل اعتصاما. احنا مشكلتنا انه بنشوف الحقائق ولكن لا دارين نمشي بس الكلام اللي سمعناه كده بالراحه. امشي ارجع الفيديوهات ما بتلقى في عسكري دعم. العسكري اللي بيطلق في النار الوحيد اللي كان فوق في الكوبري ده ما ده 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 ده, ده بيسموه مش ده لابس لبس الطيره. قرب الصوره كويس ما تتخمى، قرب الصوره. المشكله هو الناس هسه في ناس بيخلطوا بين لبس الطيره ولبس الجهاز ذاته كويس. فمعليش يعني ما كل زول غادي يكون عنده الثقافه العسكريه، ده شيء ما بتلوم عليه زول عادي، تنقص ثقافتك هنا وترتفع هنا عادي. فشنو ما زلت اقول واكررها وانا ثابت على النقطه دي تماما، القام بقتل المتظاهرين في فض الاعتصام هو جهاز الامن والدفاع الشعبي والامن الطلابي، وانه الدعم السريع شارك في فض الاعتصام بقوه كبيره بالضرب بالسحل بالاهانه بمسح الكرامه، ولكن القتل جاء من جهاز الامن. هذا الكلام انا عارف نفسي قاعد اقول في شنو، عارف كلامي ده صح ولا غلط. انا ما بتبع عليك الناس، ما بشوف الناس مش وين بمشي وراهم، انا عندي عقل بحلل بيه. انت داير تتبع الناس وتفقد عقلك امشي اتبعه، انا ما بقول لك لكن ما تيجي تحاول تكسر رقبتي عشان انا اتبع الفراسك. انت خلاص انت ما ضروري تقتنع بكلامي، لكن ما تحاول يا استاذ تجبرني انه اقتنع بكلامك. ولازم نتعلم الادب في انه يا اخي اي زول يقول رايه، هدي مدنيه شنو زول بيقول رايه انت بتهاجمه كويس يعني. عشان كده لذلك أقول بأن هذه القوات من الميليشيات التي تسمى بكتائب الظل هي من قامت بفض الاعتصام. الزحف الأخضر يوم 18 إن شاء الله حنجي عليه وحتتواصل معاكم عبر فيديوهات البث المباشر. نحن بنذكر الشباب المعانا في اللايف، لايك شير يا شباب في اللايف، لايك شير، خلوا الرسالة بتاعتنا توصل، خلوا الفكرة بتاعتنا تمشي. إن شاء الله نلتقيكم دائما وأبدا وموجودين كويس. في ناس كتار يمكن بيقول لي دايرين نتواصل معاك وكده، ان شاء الله حنخط رقم الواتساب للناس اللي حابه تتواصل، للناس اللي عندها كده. طيب شكرا لكم كثير وحياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.